نتواجد في ضريح بويا عمار 4 كيلومترات عن مركز العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، حيث تستمر مبادرة إطلاق مبادرة الكرامة في مجال الصحة النفسية، والتي أعطى انطلاقتها وزير الصحة الحسين الوردي صبيحة اليوم. ماشي نقول انتقادات، ولكن حنا في الاول لقينا بانه بعض الناس اللي من حقهم كانوا هما يا مع دوك الوليدات ديالهم والاهل ديالهم اللي كانوا حطوهم حول الضريح نتاع بويا عمر، وحنا جينا جبنا البديل، جبنا هذاك البديل اللي هما ما عارفينوش. فخلال حنايا خلال التواصل معهم بينا لهم ووضحنا لهم، ولكن كيف ما قلت لك هذا الاقبال دابا حنايا عندنا الطلبات اللي عندنا نتاع العائلات باش نديرهم في المستشفيات ما نستطعوش نمشيو معاهم بهذه السرعه، لحقاش كل شيء لقات واحد النجاح كبير، اللي كل شيء ولا عندنا الطلب اكثر من اللوجيستيك اللي حنايا، وما يمكنليناش حنا نمشيو نديرو نهزو كل شيء ونحطوه في نوبه واحده. قلت لك اليوم بهاد 80 ديال اليوم، فحنايا فتنا 400 و370 ولا 380، قربنا ل 50% 46% من هذوك عدد النزلاء اللي هما 822. فهذا جد معبر، وهذا هو النجاح، هذا هو النجاح نتاع المهمه، واللي كيف ما قلت لك حنا حتى شي واحد ما قبضناه بالزز، كل شيء جبناه، كل شيء جا بالعائلات ديالو، وكل شيء كاين خوف من المستقبل، ولكن قبيله كيف ما شفتو سكان السيد الوزير وعطى تطمينات وعطى باش الناس يكونوا مرتاحين، وعطى هو اخذ العهد على نفسه بانه جميع المرضى غنتكفلوا بهم وما غاديش يردوهم لعائلاتهم ما عدا الا بغاوهم، وغيبقاو عندنا في المستشفيات ديالنا ومجانا. اللوجيستيك تم تسخير مجموعه ديال الاليات، شفنا مجموعه ديال السيارات الاسعاف، شفنا مجموعه ديال الطواقيف، يمكن تتكلم لنا تعطينا فحنايا هذه العمليه تم تسخير فيها اكثر من 36 طبيب واكثر من 122 ممرض، اكثر من 70 سياره نتاع الاسعاف، 40 مليون ديال الدرهم ديال الادويه، كلشي هادشي كله سخرته الوزاره. هو ما تنهضروش على باش عاودنا المستشفيات، ولكن غير هادشي اللي هو يا ملموس زياده على المجهود الجبار اللي قاموا به الاطر لنساء ولرجال الصحه، فما يمكن لنا الا نشكرهم. وقبيله السيد الوزير تيحت بانه يشكرهم ودار على كلهم الممرضين وكلهم السائقين ديال 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 سيارات الاسعاف، مشى عند الاطباء، مشى عند الممرضين. ما يمكن لنا الا نقولوا بانه قال لي واحد السيد هذا الحدث اللي هو وطني، هو جهوي ومحلي، ولكن في نفس الوقت عنده انفيغور ناسيونال، يعني انه وطني، واشتغلنا وما كانتش المهمه سهله، ولكن كان حب، اللي قلت للاخوان كان حب الوطن حاضر، وكان حب المواطن وحب المنظومه الصحيه. طيب هذا ملف شائك، ملف كان صعيب جدا، تحملت فيه وزاره ديال الصحه المسؤوليه فيه، كاينه وزاره الصحه، كاين الداخليه، السلطات ومجموعه هذه. اليوم ما بعد التلقيل وما بعد هذه الخطوه وما بعد هذه مبادره الكرامه، كيف سيتم تدبير هذه العمليه الناس يتخوفون، بعض الجهات تقول على ان الوضع سيعود الى، كيف ستدبرون المرحله؟ أولا لا يمكن الا ان نشد بحراره على ايدي السلطات الترابيه والسلطات المحليه من درك ومن قوات ترابيه، فلولاهم ما كناش غادي ننجحوا، فهم عاونونا بزاف في التنظيم، واخا حنا اللي كنا قايدين المهمه، ولكن هذاك ماشي حمايه، ولكن هذاك عضدونا باش اننا تمكنا باننا ننجحوا في هذه المهمه. السيد الوزير قبيله قال في التصريح ديالو في المركز نتاع بويا عمر بانه غادي واحد الرقم اخضر لتقبل الشكايات نتاع جميع المواطنين، باش لتتبع نتاع جميع الملفات. وحنايا كيف ما قلت لكم يمكن يكون واحد البطء في شي حاجه، ولكن كل شيء هذا تعهد ديال السيد الوزير والتعهد ديال جميع الاطر نتاع الوزاره باننا غادي نمشيو بعيد بها. وحنايا حنا ناجحين حيت بديناها كيف ما قلت، ولكن حنا غادي نزيدو ننجحوا باش ملي غادي نتبعوا جميع الملفات، وباش حتى شي
ماشي تنتمنوا، غنكونوا عند حسن الظن ديال المواطن ان شاء الله وعند هاد المرضى اللي هما اخواننا. درنا تقريبا شي 380 مستفيد اللي استفدوا من هاد المبادره نتاع كرامه، واللي جبناهم لجميع المستشفيات ديال على الصعيد الوطني. مثلا في جهه نتاع مراكش تنسيف الحوز كيف ما تتعرفوا، فهي استقبلنا ازيد من 100 مريض اللي درناهم في المستشفى نتاع سعاده، واللي واحد القسم اليوم بدينا تنصيفطوهم للصويره.